تماري جلسة الصحافة والإعلام تقوم بواحد الدور مهم جدا، مهم جدا، لأن أنتم اللي كتوصلوا المعلومة. ف كنتمنى كما عهدناكم دائما واحد المستوى ديال التصرف اللي هو راقي إن شاء الله. أنا كنعتز بطبيعة الحال بهذا التعيين الملكي، وكنعتبر واحد تشريف ومسؤولية ثقيلة، كما قلت أمس مسؤولية ثقيلة، واحد الظرفية سياسية دقيقة، انتظارات كبيرة من الجميع، فلذلك تحتاج إلى تفكير عميق حقيقة، تفكير عميق. احنا الآن غادي يكون عندنا اجتماع المجلس الوطني باش نديروا تفكير جماعي، تفكير جماعي ونقاش جماعي داخل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. ما عندي حتى شي توجهات الآن، اصبر، ما عندي حتى شي توجهات الآن. إلا ما بديتش المشاورات لن يكون هناك أي كلمة. المشاورات ما عنديش فكرة ديال بدء المشاورات، نكملوا اليوم ونشوفوا واش بدا أو يوم الاثنين سأرى، ليس عندي أي فكرة. هل تعتمدون النتائج انتخابات ببدء المشاورات أم لا؟ شوف، هذه أسئلة، اسمح لي، هذه أسئلة ليست عندي أجوبة الآن. أنا جاني حتى التعيين الملكي جاني مفاجئ، وبالتالي لكل مفاجئ دهشة، فعاونونا باش ندوزوا هذه الدهشة، وأنا غادي أعطيكم المعلومات في الوقت المناسب عندما تتبلور، لأن إلا عندكم شي حاجة غلطة وما في الآخر أنا نترجع عليها، أنا كانوا لي ماشي. فلذلك إن شاء الله، إن شاء الله الأمن العام لحزبكم غادي ندوزوا إن شاء الله اليوم، وبعد ان شاء الله سنتواصل. طيب سيدينا، واش ورق المعلومات تنطبق على الموقع بالنسبه للجميع باش نمشي على نهج بن كيران؟ يعني نفس الشخص اللي صور ورق عليه.